السلام عليكم. لا شراع في سفينه الاقتصاد اليمني الذي يترنح تحت رياح عاتيه وعديده. تعصف من جميع الجهات من الجهه الشماليه حيث الحوت الحوثي يبتلع كل شارده ووارده من موارد المناطق الخاضعه تحت سيطرته وينهب لقمه المواطنين من افواههم بما في ذلك الاغاثه. في الجنوب هناك ايضا عاصفه اماراتيه عاتيه تقف حجر عثرة أمام موارد الدولة في المناطق المحررة وتحكم من الظل من خلال ثنائية القمع والمنع من منع الطائرة التي تحمل العملة النقدية التي من ضمنها الرواتب إلى احتجاز سفن التجار المحملة بالبضائع وتحميلهم ما لا طاقة لهم به من جهات الشرق والغرب لما داخل لموارد الدولة إلى ما تيسر من حضور لها في مأرب وحضرموت وبعض المناطق التي التزاماتها أكثر من مواردها وخصوصا مع تعطل حركة القطاع الخاص المؤثر والمتأثر باقتصاد الدولة بشكل مباشر وغير مباشر لا شرايين اقتصاديه اذن في بلد يقع تحت رحمه المساعدات وباتت خطوط نظامه الاقتصاديه في القطاع العام والخاص ممزقه ومبعثره وخزينته تعيش ما يمكن تسميته بالظمأ المالي ومداخل الدوله من العمله الصعبه وحدها جوابا على العطش مشاهدينا الكرام تاخذون التفاصيل للحديث عن اداء الحكومه وتعاطيها مع ملف الاقتصاد في زمن الحرب ودور القطاع الخاص والمعضله الاقتصاديه التي يشهدها هذا القطاع في اليمن وتاثير اقتصاد الحرب على البيوت التجاريه والمعالجات والتدابير الاقتصاديه على مستوى القطاعين العام والخاص سيكون نقاشنا هذا مع ضيفنا هنا في الاستوديو الاستاذ عبد السلام الاسوري الخبير الاقتصادي والامين العام للمجلس اليمني للاعمال والاستثمار مساء الخير استاذ عبد السلام مرحبا مساء الخير اهلا بك اهلا وسهلا استاذ عبد السلام قبل ان نبدا نقاشنا نذهب لمشاهده هذا التقرير حتى يعني نستطيع الانطلاق منه هذه الحلقه افرزت الحرب التي يشهدها اليمن انهيارا اقتصاديا واجتماعيا وتدهورا متزايدا لمختلف الانشطه المتعلقه بحياه الانسان اليمنى الى جانب تدمير الممتلكات العامه والخاصه وتدني مستوى دخل الاسره وطاقتها الشرائيه وتزايد معدلات الفقر اضافه الى تضرر القطاع الخاص بشكل متزايد لم يقتصر الحال على النظام الاقتصادي بالنسبه لبلد يرزح تحت رحمه المساعدات، بل شمل جمله من الضغوط الاجتماعيه وتزايد حالات النزوح والعنف واللجوء وتفشي الامراض الوبائيه. صحيح ان اليمن لم يشهد استقرارا لفترات طويله تمكنه من انجاز تحول تنموي ملحوظ، الا ان الواقع الاقتصادي اليمني منذ الانقلاب والاجتياح بلغ مرحله غير مسبوقه في تاريخ اليمن الجمهوري الموحد. الانهيار الاقتصادي الذي يشهد اليمن يرجع لاسباب كثيره من بينها الانقلاب على الدوله والعبث بالموارد وضعف مداخيل الدوله من العمله الصعبه غير ان لا جهود اقتصاديه مبذوله من شانها عمل ما يمكن عمله لتلافي الانهيار اليمن منذ الانقلاب اصبح متتاليه طويله من العنف كضحيه للصراعات المسلحه والحرب التي توسعت بشكل كبير وانعكس الامر على الاستقرار السياسي والامني ما ادى الى ضعف النظام الاداري والمالي للدوله وتزايد معدلات الفساد وعدم قدره الدوله على تاسيس نظام اقتصادي حديث ومتنوع كمدخل للتنميه الشامله والمستدامه لما بعد الحرب بحسب متابعينا بات الاقتصاد اليمني بين فكين احدهما في الشمال والاخر في الجنوب، ميليشيا الحوثي تنظر الى الاقتصاد من زاويه المجهود الحربي متعمده نهب القطاع المالي العام والخاص والمختلط ونهب الشركات، فيما الامارات هي الاخرى في الجنوب تقف عائقا دون تحصيل الدوله اليمنيه لمواردها وتمنع تصدير النفط والغاز وتعمل على تعطيل الموانئ وتحتجز العملة الوطنية المطبوعة كرواتب لموظفي الدولة في عرض البحر. اذا استاذ عبد السلام الملف الاقتصادي اليمني ملف شائك ومعقد فلو بدانا بقراءة اللحظة الراهنة المأزق المعيشي الذي يعيشه اليمنيون من اين نبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم المشهد الاقتصادي والوضع الاقتصادي اجمالا ويشكل طبيعه المعاناه اللي يعانيها الانسان اليمني والمواطن اليمني المغلوب على امره في كل محافظات اليمن وحتى ايضا في الخارج الذي يعيش حاله تشرد نتيجه للظروف التي فرضت عليه الخروج من البلد. والبلد اصبحت بلا دوله. هناك واقع تحكمه يعني مؤسس او اطر غير مؤسسيه واطر غير رسميه تتحكم في مصائر الناس وحياة الناس ما الى ذلك سواء في المناطق التي يحتلها يسيطر عليها الانقلابيين او المناطق الاخرى التي حررت من خلال السلطات الشرعيه او التحالف الوضع الاقتصادي اجمالا دولة فقدت كل إمكانية تحقيق مواردها الأساسية النفط مجمد ليس هناك الا سوية شويه شويه صادرات من النفط في حضرموت وهو محدود يعني العائد وبقى ايضا الغاز الذي يمول المحافظ لكن يستغل استغلال سلبي من خلال الانقلابيين ويشكل ايضا عبء في ايضا مبيعاته على الناس من حيث ارتفاع الكلف على استهلاك هذه السلع الاساسيه للناس وبقى السلع الاخرى المتملقه بالمشتقات النفطيه هي وسيله للاثراء الغير مشروع <applause> من خلال اصبحت السلعه بحد ذاتها وصولها للمواطن مكلفه والناس وصلوا الى مرحله عاليه جدا من نسبه الفقر ومن نسبه الفاقه ومن نسبه ايضا سوء التغذيه وفقدان كل العوامل الاساسيه للحد الادنى من المتطلبات المعيشيه للناس سواء في جانب السلع او في جانب الخدمات. الجانب الصحي والتعليمي الى الان يكاد ان يكون يعني منعدم بشكل كبير وتغيب كل الاهتمامات حول هذه القضايا ولا ندري الى اي مدى سنستمر في هذه الحاله ما دام الحرب قائمه ومستمره. اذا الوضع الاقتصادي يكاد ان يكون في في حاله انهيار حقيقي وفعلي. بلد تعيش تحت الحصار تحت الحرب تحت المواجهات المستمرة لم يحدث إلى الآن أي استقرار لا سياسي ولا اقتصادي ولا أمني ولا أي شكل من أشكال الأمان الذي يتطلبه لحياة الناس إذن لو أخذنا الملف الاقتصادي وأردنا أن نتحدث عن نقاط الفشل الأساسية التي أدت به إلى هذا التدهور كيف يمكن أن نحصر هذه النقاط؟ الفشل بحد ذاته هو ناتج طبيعي لحالة الحرب والحرب أفقدت كل الأطراف أنها تتعامل مع القضية الاقتصادية بمسؤولية لأنه كل طرف يتعامل مع مع موضوع الموارد بما يحقق متطلباته الأساسية الاستمرار في موضوع الحرب في في الواقع الحقيقة نحن في في مشكلة كبيرة أن الطرف الذي يجب أن يكون طرف فاعل في هذا الموضوع المتعلق بالتحالف كان أن يضع هذا البعد أساسي في معالجة المشكلة حتى لا تصبح يعني آثار الحرب مكلفة على الإنسان اليمني وعلى المواطن اليمني وتؤدي إلى تعقيدات أكبر وإلى مشكلة أكبر الحكومة إلى الآن لم تعد كحكومة حقيقية وفعلها قادرة أن تفعل فعل مؤسسي على الأرض لا استطاعت أنها تعود إلى المناطق المحررة لتعيد يعني هويه الدوله ووجود الدوله وسلطه الدوله حتى تكون نموذج للنجاح فيما يخص المناطق الاخرى وبالتالي بقائها في الخارج هي زي عدمها وهذا يمثل مشكله كبيره للمستقبل عندما حتى لو تحقق وتوقف الحرب سنعيش مشكله كبيره جدا في فجوه المعالجات اللي كان يجب ان تكون قد بدات من اول من ما أول. بدات مساله تحرير المناطق الاخرى يعني حتى انت حتى الحكومه او اي سلطه قادمه ستعد معالجه المشاكل لبقيه المناطق الاخرى ما لم يوجد النموذج الذي كان يجب ان تقوم فيه بالحكومه خلال المرحله هذه الثلاث سنوات ما بعد تحرير المناطق الجنوبيه ستشكل يعني مشكله وايضا عدم قدره على المعالجة اذا سننتظر يعني مرحله اخرى اضافيه ولا ندري هل ايضا هذه الامور ستحملنا الى مشكلات اخرى وتعقيدات اخرى. لا لان المجتمع المانح سيتطلب منا ان نكون على مستوى من الفاعليه. نحن قادرين على ان نكون مستوعبين ما يقدمه لنا. يعني يقول لك اذا لم تكن انت فاعلنا لن اعطيك مال. بالتالي الاطار المطلوب الان ان تعمل عليه الحكومه انها تستطيع ان تعمل ولو بإعادة تهيئة إمكانيتها وقدراتها في إطار هذا الفراغ الذي موجود على الأرض وتسده من خلال إيجاد نموذج للمعالجات المناطق الجنوبية بحاجة الآن إلى معاجلات كثيرة معالجات كثيرة معالجة اقتصادية واجتماعية وأمنية لأن هذه جزء من دولة وإذا أخلت الدول الحكومة مسؤوليتها في إيجاد هذا الفراغ في هذا الموضوع ستعيش الدولة مشكلة كبرى لن تستطيع معالجتها في المغرب لأنها ستتعقد بالتالي هذا ستكون مشكلة مشكلة مضافة إلى مشاكل الحرب وأيضا نتائجها الكارثية إذا يعني أستاذ عبد السلام يتحدث التحالف والمجتمع الدولي أيضا عن مبالغ كبيرة للإغاثة تقدم للإغاثة يعني في الحقيقة هناك من يتحدث أنها لو ذهبت لليمن مباشرة لإنعاش الاقتصاد ربما كان آه ذلك أكثر آه جدوى من آه ضياع مبالغ كبيرة منها آه ل آه يعني آه إدارة آه المشاريع وللجمعيات التي تدخل آه في الأمر يعني بحسب معرفتك كيف آه تدار أموال الإغاثة هناك آه معلومة تقول أن يعني الأخوة السعودية عبر مركز سلمان قدموا حوالي 33 مليار ريال سعودي كمساعدة ودعم إنسانية لليمن وطبعا السؤال هو أين دور الأطر المؤسسية للدولة بمعنى أن الحكومة يجب أن تكون هي المتصدرة لهذا الفعل على أساس أنها تتحمل مسؤولية تنظيم هذه المساعدة لإيصالها أولا إلى أماكنها بشكل طبيعي الأمر الثاني أن هذه المواصلات بحد ذاتها تجد أيضا عوائق كبرى من خلال المناطق التي تحت سيطرة الحوثي واللي يروأ ايضا انهم اولى بعمليه السيطره عليها واعاده ترتيبها وفق يعني اجندتهم الخاصه الناس في المناطق الاخرى المتوزعه في البلد قد لا تصل اليهم هذه المساعدات وبالتالي هل, هل المساعده تعد حل لا هي 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 حل مؤقت ما لسد حاجه الناس الضروريه في الظروف التي يعيشوها الناس حاليا اذا يعني هل هي اخر ما يمكن تقديمه يعني الدول المانحه التحالف هل ما يقع على عاتقها فقط تقديم المساعده التحالف التحالف عليه مسؤوليه اساسيه هو تبني هذه المسؤوليه انه سيعيد الشرعيه وسيدعم عادة الدوله هذا هي المهمه اللي يجب ان تقوم فيها إعادة الدولة وإعادة الشرعية على يعني لتكون حاكمة على الواقع ستمثل في الأخير هو الأساس لمعالجة المشكلة الاقتصادية لأن وجود المؤسسة مؤسسة الحكم على الأرض تعمل وتعيد توظيف الإمكانيات والقدرات التي تمتلكها إلى حد ما سواء اداريه او بنى تحتيه او ايضا اعاده اعمار، هذا سيمثل في الاخير اعاده للدوره الاقتصاديه وتنشيط الدوره الاقتصاديه. التحالف لماذا ينتظر او الشرعيه نفسها لماذا تنتظر ان تفعل دورها فيما بعد الحرب؟ هي الان في 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 مناطق يمكن 80% من الاراضي حسب ما تقول انها محرره. وبالتالي هذه المناطق المحررة يجب أن تبدأ في من خلالها وجود الدولة وإعادة يعني تنشيط مؤسساتها ودورتها الأساسية دا في الواقع لأنه في إذا حصل الإعمار في هذه المناطق وحصل إدارة يعني تنشيط الدورة الاقتصادية فيها ستجذب كثير من الناس للعمل وستوفر فرص عمل للناس وهذا هو الاساس اللي ممكن يثبت لنا حقيقه او مصداقيه التحالف اذا كان جاد لاعاده اصلاح او دعم اليمن او دعم الشرعيه بشكل بشكل مؤسسي وحقيقي. الان البطاله المنتشره والشيء الاكثر من هذا كله انه في ظل ظروف الحرب وظل ظرف الوقع الكبير الذي يعيشه اليمنيين التحالف يتصرف يعني بشكل غير مقبول فيما يخص يعني عادة المغتربين ومضايقتهم في أعمالهم أرزاقهم اللي هم يمثلوا السند الحقيقي للناس المتبقي يعني المتبقي هو السند الأساسي للناس المتمثل بعادة المغتربين لأن المغتربين يصرفون يصرفوا على النسبة الغالبة من المجتمع اليمني وبالتالي لما يعني تضايقهم تقطع مصدر الرزق على الناس اللي في الداخل من خلال يعني ويقطع مصدر يعني دخل عائلتين يعني التي في الداخل والتي في الخارج بالضبط وبنفس الوقت ايضا يمثل اكبر كارثه على عمليه الاستقرار الاقتصادي مثل الاستقرار الاقتصادي يتمثل بعنصر استقرار العمله نعم والعمله هذه عندما تفقد عائدات الموارد الخارجيه الخارجي المتمثله <applause> بعادة المغتربين ستنهار وهذا اللي يحصل الآن نعم اذا يعني لو لاحظنا استاذ عبد السلام ان يعني كل النقاط التي كان يفترض ان تقوم بها الحكومه تفشل فيها بما فيها ملف المغتربين يعني لم تستطع الحكومه ان تفرض شيئا على السعوديه ان تستثني على الاقل من القرارات الى ان تنتهي الحرب مساله نقل البنك المركزي مساله يعني اعاده استيراد النفط وتحكمها بالموارد في الموانئ كل هذه الملفات التي كان ممكن ان تشكل يعني حافز لانعاش الاقتصاد ولو جزئيا الحكومه فشلت في في ذلك هو طبيعه الحكومه حكومه يعني طبيعه تشكيلها هذه حكومه لا يمكن ان تكون الا يعني بحكومه يعني ترضيات لاطراف انها عملت محاصصات وتقسيمات سياسيه هل هذا وقته يعني هذا الواقع اللي تشكلت الحكومه على ضوءه من 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 بداية الحكومة هو حصل تغيير فقط في رئاسة الحكومة وبعض الوزارات التي حصلت فيما بعد تحولها لكن هيكل الحكومة صار بهذا الشكل الشرعية ظلت مهتمة فقط كيف تعالج إشكالات الناس اللي عايشين معها في الخارج توظفهم توفر لهم فرصة فوسعت من الهيكل وبالتالي أفقدت هذه الحكومة أهميتها واهتماماتها الحكومة هذه يجب أن تكون شكل آخر تتوافق مع طبيعة المرحلة وطبيعة التحديات التي تعيشها البلد أولا نحن في حرب مش شرط أنك تعمل 35 وزير أو 30 وزير وعشرات يعني مئات من الوكلاء ومئات من المؤسسات وتخليهم برا تصرف عليهم هم عايشين في الخارج ليس لهم أي دور في الوظيفة الأساسية المكلفين فيها بالتالي أنت بحاجة إلى حكومة مصغرة تدير تدير عملية الصراع يعني الوزير أو مجموعة من الوزراء أو عدد الوزراء كل وزير يكلف بمهام كثيرة بما يتوافق مع وظيفة الوزارات اللي يعني تتشكل منها الحكومة ويشتغلوا على الميدان يشتغلوا ضمن رؤية وأجندة التحالف سيجد نفسه في حل يقول لك أنا أتعامل بأي الحكومة هذا غير فاعلة وبالتالي يعني حتى لا تستطيع ان تخاطب يعني التحالف بمطالباتها للمعالجات متطلباتها للمطالب الأساسية حتى موضوع المغتربين كان يجب أن تكون أساسية في 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 دور الحكومة والسلطة الشرعية تمثل في الأخير واجب عليها أن تراعي هو تدرك في الأخير أن هذا المغترب وعودة المغتربين والضرر في المغتربين سيشكل ضرر على المجتمع اليمني وعلى مستقبل الدولة اليمنية. وهذا شيء يعني اصحابنا لا, لا ولا يشعروا باهميته وخطورته تالي يقول لك احنا كل يوم نحن نسمع يعني ببعض الاخبار مفاجاه يعني مسره للمجتمع اليمني نجد في الاخير انه كل ما يحدث انه في هناك وعود لمعالجه القضية المقتربين لكن في نفس الوقت يتم تصفيه وتجريف اليمنيين من وظائفهم من مناطق العمل الذي يعيشون فيها وهذا يعني اليوم اليمني لا يستطيع ان يعيش في يعني يشتغل بنفس الحاله اللي يشتغل فيها في في السعوديه او في, في المناطق اللي هو عاش في دول الخليج بنفس الكفاءه او بنفس الكيفيه لانه نمطيا عاش على هذه البيئه وعلى هذا النمط لما تنقله الى اخرى يحتاج الى فتره انه البيئات الاخرى غير متناسبه مع امكانيته وقدرته ان يشتغل فيها كان هذا الامر اذا في اجراءات للدوله هذا امر طبيعي أن اليمنيين في حاله حرب وانت كطرف اساسي في هذه الحرب كدوله سعوديه ودوله الخليج انك تستثني هذه الحالة اليمنيين من هذه الحاله التي تريد ان تعالج بها مشاكلك الداخليه بما يخص سواء السعوده او ما يخص موضوع الاقامات وغيرها لانه انا في حاله حرب ما عنديش دوله حتى اعود لها <applause> أنت ترميبي إلى النار أنا خائف أنا إذا كنت أنا هارب من النار وعيش حالة النار وحالة الحرب هذه أنت ترميبي مرة أخرى لهنا هناك أن تهلكني أكثر فهذه مشكلة كبرى يحتاج تحتاج إلى إلى إعادة وعي فيها بخطورتها ومخاطرها وهي لا ستكون في الأخير هذه جزء من المشكلة الكبرى اللي تسببت فيها كل الاطراف في تحقيق الكارثه هذه الكبرى على اليمن واليمنيين نعم. اذا حكومه مترهله لم تعي يعني احتياجات المرحله تحالف ربما وجد في هذه الحكومه اللامبالاة فتعامل مع الوضع كهذه الحكومه برايك يعني لو اردنا ان يعني نوجه اصبع اتهام لطرف ما من المعني بتدهور الاقتصاد الحرب كل الاطراف شاركت في هذه المشكله لا يمكن ان نحمل طرف واحد لذاته، كل الاطراف تحملت هذه المشكله مش من اليوم، حتى من المراحل السابقه. هي نتاج لطبيعه اخطاء قاتله وكانت سبب رئيسي في وصول الحال الى ما نحن عليه. هذه كان ممكن تفاديها كلها، حتى الحرب كنا ممكن نتفاديها، لو هناك ايضا مصداقيه ورؤيه حقيقيه وفعليه، الناس كانت حتى ما بعد ثوره الشباب ما الى ذلك. كانت الفرصه التاريخيه لمعالجه كل الاختلالات ومعالجه المشكله المتعلقة بالدوله كاساس من أساسيات التغيير اللي خرج الناس من اجلها لكن ايضا ذهاب الناس في مساله شراكه الصوره للبحث عن الوظائف والبحث عن المنفعه والبحث عن المصلحه وبنفس الوقت ظل الفراغ موجود في الساعه فقال الحوثي سد الفراغ هذا ليسيطر على الدوله و يعني الحوثي يسيطر على الدوله مجانا بدون اي كلفه يعني تحملها بالتالي هذا الرضا الكبير جدا اللي احنا اللي وصل اليه الحال في الواقع اليمني اللي ليحدث هذا تحدث هذه الكارثه الكل يتحملها لكن ايضا في نفس الوقت المشكله ما فيها في فتره الحرب يجب ان كانت توضع المشكله الاقتصاديه والانسانيه اساس في وضع الاولويات لها ومعالجتها بشكل جدي وحتى لا تكون معالجتها معالجتها طبعا يعني كان اهم اهم محور او موضوع اساسي في هذا الموضوع انه تبدا مرحله الاعمار واعاده تصحيح واقع على الدوله ما بعد تحرير المناطق الجنوبيه لكن ايضا التحالف وضع يعني خرج عن عن اولوياته خرج عن الوظيفه الاساسيه في فيما يخص يعني اعاده الدوله ووظيفتها وتشجيعها واعاده فاعليتها لانه يمارس التضييق عليها ويخليها خارج اطار هذا الفاعليه وتبقى في الخارج كانه وضعها فقط يعني مظله لمشروعيه الاستمرار في الحب مستمره حاله العبث اللي احنا فيها. نعم يعني ما يحدث في الجنوب أستاذ عبد السلام، هل كان ممكن أن يعني تتم السيطرة على الوضع ويتاح للحكومة فرصة إدارة البلاد من هناك يعني من خلال الموانئ التي لم تستطع الحكومة السيطرة عليها من خلال نقل البنك المركزي وتفعيله بصورة حقيقية؟ الآن ربما اسم البنك المركزي يعني لم يعد موجودا عمليا يعني هل ما زال فاعلا البنك المركزي؟ هل نستطيع أن نقول أنه ما زال موجودا؟ البنك المركزي يعني سلطه سياديه للحكومه على المؤسسه او على السلطه الماليه اجمالا وهذه السلطه الماليه منعدمه يعني الدوله ما يعني السلطه اجمالا الحكومه لا تمتلك يعني اي ايراد او موارد الا ما تم طبعه من 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 عمله تستطيع ان تغطي فيه بعض يعني المرتبات للناس وهذه الى الان يعني الغطاء له الى الان غير موجود حتى يعني الوديعه الذي طرحت ظلت يعني متاخره وطرحت في الفتره الاخيره وما لم تتمكن من اللحاق بمعالجه مشكله انهيار العمله. وفي الجنوب كان ممكن ان تعالج المشكله بشكل جدي من اول مرحله عندما تم اعتماد العدن كعاصمه ثانيه للدوله كان من المرحله الاولى تعاد كل مؤسسات الدوله الى الى عدن ما تبقاش في الخارج ولا تبقى الحكومه في الخارج مؤسسه وكل التوظيف الذي تم توظيفه كان يجب ان ان يسد الفراغات الاساسيه الموجوده المحتاج اليها الحكومه في الداخل مش تعمل لي توظيفات وتخلي الناس يعيشوا في الخارج تدفع لهم مرتبات بالعملات الصعبه ويعيشوا في الخارج كانها فقط يعني تحولت الى جمعيه خيريه لسد احتياجات بعض من لهم علاقات وارتباطات بمؤسسه الشرعيه سواء الابناء الوزراء او اقاربهم او المستشارين وما الى ذلك يعني حتى هذا الامر اصبح يعني يخجل منه عندما نتحدث يعني الكل يعني ركز على توظيف اقربائه وابنائه والى باموال موارد نقديه صعبه هي محسوبه علينا ومحسوبه على الاقتصاد المحل الوطني تالي تؤثر عملية السنزافة بشكل أو بآخر على عملية استقرار نحن بحاجة إلى أن تغطي احتياجات الناس أو احتياجات العملية التنموية اللي نحن بحاجة إليها في هذه المرحلة يعني التنمية ومجالتها قابلة لأنك تبدأ فيها لكن أيضا هذا يحتاج إلى فاعل حقيقي من قبل او فعليه حقيقيه من قبل التحالف انه يشعر يعني بالمسؤوليه في هذا الامر، لماذا لا يعني حتى يكون هو الجاد هو مخول امميا بان يقوم بهذا الدور الاساسي وعليه مسؤوليه اخلاقيه وسياسيه وقانونيه انها يتحمل في اعاده السلطه واعاده الدوله اليمنيه الى الى فاعليتها في الواقع. نعم. لكن التخلي بهذا الكيفيه اللي نحن فيها هو سيدمرنا وسيدمر كل مستقبل اليمن حقيقه. لا. سنعيد اشكاليه المشكله سنعيد ستعود المشاكل بشكل اكثر واعقد عندما الان انت تسببت في انشاء الميليشيات المسلحه اللي هي تمثل في الاخير عقبه كبرى في عوده الحكومه الى الواقع. نعم. اذا دعنا نتحدث ايضا استاذ عبد السلام عن موقع القطاع الاقتصادي في هذه الازمه الاقتصاديه التي تمر بها البلاد ولكن اسمح لنا ان نذهب لهذا الفاصل القصير، مشاهدينا الكرام فاصل ونعود اليكم. لنمعن النظر قليلا. لا مستقبل يضيء في اعينهم. فالماضي يحاول صبغ حياتهم بالسواد. اردنا لهم الامان والدواء والابتسامه. فكان البؤس والخوف والحرمان. انتزعهم الظلم وداهمتهم الحرب. وانقطع اللحن. الطفوله في زمن الميليشيا. بكم من جديد مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى سيد عبد السلام سيد عبد السلام لو تحدثنا عن القطاع الاقتصادي ودوره في هذه الأزمة كيف يمكن الحديث عن ذلك؟ القطاع الخاص هو يعني الخاص. نعم. هو ما زال هو الفاعل الآن في الواقع من حيث ما يقوم بدور مهم جدا يعني حتى في الفترات السابقة عندما حدثت أحداث يعني ثورة الشباب حصل تجمد لكثير من النشاطات الاقتصاديه للدوله ظل القطاع الخاص هو اللي يقوم بدوره الاساسي في سد احتياجات الناس من السلع والخدمات وما الى ذلك وحتى الان في ظل الحرب ظل القطاع الخاص هو الذي مستمر في اداء دوره في توفير السلع والخدمات وحتى جزء منه ما زال يوفر شغل للناس. من خلال النشاط الانتاجي والشغل بعض الشركات اللي ما زالت تعيش او تمارس دورها او تواصل نشاطها في ظل ظروف يعني قاسيه للحفاظ على البقاء من ان لا تنهار وتتدهور ثم تنتهي المشكله انه اي نشاط اقتصادي عندما يتوقف يفقد قدرته على العوده بسهوله ويحتاج الى تكاليف عاليه جدا وقد لا يتحمل الواقع انها تستطيع تسد احتياجات هذا العوده واستعاده لكن ما زال هناك كثير من النشطاء في نشاط القطاع الخاص والشركات والبيوت التجاريه تعمل وايضا بتضحيات كبرى انها تسد التزاماتها او تغطي احتياجاتها باقل القليل من من الارباح حتى لا تنهار وتنتهي بالتالي اليوم السلعه ما زالت تصل للناس ولكن باسعار يعني الأسعار أصبحت اكثر من 150 الاسعار الأسعار, الاسعار ما زالت يعني الاسعار هي لها علاقه ايضا بعمليه التضخم عمليه الانهيار الموجود في العمله والتكاليف الاضافيه اللي تفرضها قوانين او تفرضها يعني عمليه الصراعات اللي موجوده في الواقع يعني اليوم السلطات الانقلابيه تفرض يعني ضرائب مزدوجه على الجمارك وتعمل جمارك داخل الاراضي لكن ايضا استاذ عبد السلام اسمح لي يعني يتحدث من في الداخل مثلا مجرد الحديث حديث المملكه العربيه السعوديه عن حصار لبعض الموانئ ارتفعت الاسعار في نفس اللحظه يعني وكان الامر يعني الا توجد بضائع اصلا في الداخل يعني كيف ترتفع الاسعار بشكل مريب يتم الحديث فقط عن ارتفاع في سعر الدولار ترتفع الاسعار يعود الدولار ولو قليلا ولا تعود يعني هناك ايضا في التجار يعني نظره سلبيه ايضا عدم التعاون مع هذا المجتمع ليقوموا بدورهم الحقيقي تجاه المجتمع المصاب بالفاقه فعلا السلعه محمله بطبيعه التكاليف التي تفرض عليها خارج اطار يعني حسابات التاجر اللي الطبيعيه والتكاليف هي محكومه اساسا بظروف خارج اطار السلعه الخاطر اطار التاجر نفسه فلما يرتفع الدولار شيء طبيعي ان ترتفع السلعة لانه سلعتك انت تشتريها بالدولار ما تشتريها هي بالعملة. في الداخل قد يعني. ولو هي في الداخل هي مقيمه اساسا بالعمله الصعبه وهي موجوده في المخزن هي اساسا مقيمه بالقيمه الصعبه انت عندما تبيعي سلعتك ستعيدي اساسا ل يعني شراء سلعه اخرى بالدولار ما بتشتريهاش بالريال لانه السلعه هذه لا تنتج محليا بكل عناصرها بالتالي هي مقيمه اساسا بسعر العمله الصعبه الثاني ان السلعه مقيمه بتكاليف اضافيه بتكاليف الجمارك الضرائب النقل التامينات التامينات تعتبر من اعلى من اعلى التامينات للسلعه والنقل الخارجي من اعلى معدلات النقل للسلعه الى اليمن يعني اذا كنت انت تاخذ مثلا الحاويه يعني من من دبي الى الى جده ب 500 دولار ولا 600 دولار اذا تنقليها لليمن تحتاج الى 3000 دولار لانه الامر يتعلق بالرسك والمخاطر وهذا امر يعني ما تستطيعش انت تتحكمي فيه وما زالت السلعه مع هذا متوفره وايضا محافظه على اقل يعني اقل اسعار بما يمكن ان يقاس به في ظروف اخرى شبيهه في اماكن اخرى يعني أنا هل هل تعتقد أن التجار يقومون بدورهم آه يعني آه في التخفيف من وطأة الأزمة تجاه المجتمع؟ بكثير بكثير، لولا هذا الدور اللي يقوم فيه بالقطاع الخاص كانت المأساة أكبر. من أي ناحية؟ من الناحية من ناحية توفر السلع والخدمات. اليوم الناس استطاعوا يعالجوا مشكلة الكهرباء. هذا الدور الأساسي يعود للقطاع الخاص. مشكلة الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية هذا يعود للقطاع الخاص. وهذا دور يقوم فيه التجار. الان في حتى يعني المشاريع المياه وما الى ذلك الذي انشئت لتسد احتياجات الناس في بعض المناطق قام فيها دور القطاع الخاص ما قامت فيها الحكومه اذا و... اذا يعني ما هي ابرز المشاكل التي تعترض هذا القطاع؟ الواقع اللي نحن فيه واقع الحرب هو اكبر مشكله اساسيه تعيق القطاع الخاص وتعيق يعني وتعيق ايضا فاعليته ودوره الاساسي في ان يعود يكون ايضا الاكثر فاعليه واكثر قدره على اعاده تنشيط الدور الاقتصادي بشكل اكبر وايجاد فرص عمل للناس. لا. هذا الامر بحاجه اي نشاط اقتصادي يحتاج الى سلم، يحتاج الى استقرار اقتصادي ولا الى امان والى يعني استقرار سياسي. لا. هذا امر منعدم. نعم. المعروف استاذ عبد السلام ان انهيار النظام الاقتصادي ربما سيكون يعني المتضرر الاول هم رجال الاعمال واصحاب القطاع الخاص يعني لما لا يتم في لقاء تشاوري يضم القطاع العام مع القطاع الخاص مع المعنيين بالشان يعني لوضع اطر معينه لمحاوله يعني حلحله المساله الاقتصاديه بابسط يعني طرق ممكنه في ظل ظروف الحرب هذا الأمر قائم، وبالتالي في هناك أيضاً يعني لقاءات، وهناك أيضاً تواصل، وهناك أيضاً يعني دور أساسي ما زال الناس تستوعبه بشكل كبير جداً يعني، ضمن هذا التحدي، وضمن هذا الظروف، ما زال في دور كبير جداً أيضاً للقطاع الخاص، لكن القطاع العام أيضاً القطاع العام مش مش موجود أو منعدم نتيجة أيضاً لغياب لغيابه كواقع، مش قادر أن يستعيد فاعليته وفعله. القطاع العام متمثل بالنفط مثلا منعدم قطاع النفط متمثل في المواني المواني اصبحت اغلبها مغلقه ما في ما عندك الا ميناء او ميناءين اللي تشتغل وبالتالي في حدود بسيطه جدا وقدرات بسيطه ما زالت فقط عند عند هذه النقطتين الموانئ والنفط استاذ سلام السلام يعني هل ساهم صراع النفوذ في على المناطق المحرره في حق الملف الاقتصادي على هذين المستويين؟ ما قلت لك هذه هذه النقطه متعلقه بانه المناطق المحرره هي شانها شان المناطق المغار محرره نعم ما زالت تعيش نفس الماساه ونفس المشكله لانه غياب الدوله ومؤسساتها يغيب ايضا الفاعل الاقتصادي كواقع حقيقي في في الارض يعني ثلاث سنوات كان المفروض انه الجنوب صار ورشه عمل الجنوب كان المفروض يتحول الى ورشه عمل وهذا يعني تاتي الاستثمارات سواء من الداخل او من الخارج في اطار وجود سلطه شرعيه توفر الامن، توفر الاستقرار، وتوفر فرص عمل للناس، هذا هو الدور اللي كان يعني يتمثل باعاده دعم الشرعيه. لكن هذه الدعم الشرعي غير يعني مطروح في ضمن هذه الأولوية الذي نحن مدركين أنه لا يمكن أن يتحقق عودة الدولة إجمالا وفاعليتها إلا من خلال سد الفراغ الموجود في الجنوب <applause> الآن الجنوب بدل ما كانت الدولة تعود أصبح الآن يعني مرتع للميليشيات مرتع للفوضى والاغتيالات والقتل والأعمال الفوضى والإرهاب والعنف شانه شان وشان ايضا ربما قد يكون اشد من بعض المناطق في المناطق اللي تحت سلطه الانقلابيين. <applause> طيب استاذ عبد السلام يعني لو تحدثنا عن الموارد التي كان يفترض ان تستغلها الدوله غير الموانئ والنفط، ما الذي تبقى لديها؟ كان يمكن ان من خلاله ان تنعش الاقتصاد؟ اجمالا يعني الاقتصاد الحكومه في جانبها المالي ظلت والمراحل السابقه تعتمد على النفط كمورد اساسي في تغذيه الموازنه العامه والجمارك والضرائب كمصدر ثاني ثم المساعدات لكن يعني هناك نشاطات اقتصاديه تستطيع الدوله ان تعتمد عليها كموارد اساسيه ما فيش <applause> كان السد الاكبر الذي يسده في الاخير هو مساله العجز الذي تتحول الدورة الى دائنه مستدينه من الداخل او مستدينه من الخارج في سد العجز لكن كان في دوره اقتصاديه قائمه وفي حركه اقتصاديه وبالتالي كان يشكل في الاخير هذا الحال يعني بقاء للدوله كمنظومه مستمره و اليوم هذا الامر منعدم الدوله لا تمتلك والسلطة السلطه لا تمتلك هذه الموارد النفط ما تستطيع ان تصدره، واذا صدرته تصدر جزء من مناطق معينه من اللي في حضرموت. والغاز في نفس الوقت يعني لا يمثل ايراد كبير جدا لانه محكوم باتفاقيه النظام السابق عملها مع 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 الفرنسيين، ولا يحقق اي عائد بالشكل الذي نعتقده. موارد الجمارك في المناطق اللي تحت سيطرة الحوثيين ما زالوا هم اللي يتحكموا فيها ومسيطرين نعم. عليها وتحقق لهم إيرادات تمكنهم من استمرار في الحرب مم. واستمرار في في بقاء المشكلة عن أي حصار يتحدثون إذا طالما الجمارك ما زالت بيدهم عن طريق ميناء الحديدة وعن طريق الحصار هناك حصار مشترك حصار حقيقي هو الحصار قائم على اليمنيين من الداخل ومن الخارج على الشعب اليمني يمارسوا الانقلاب من جهه وتمارسوا التحالف من جهه اخرى نعم اذا اذا كان ميناء الحديده كميناء ربما اساسي للحوثيين لوصول الجمارك واستخدامه لم يستطع التحالف فرض سيطرته عليه كليا ولكنه استطاع عن طريق الامارات فرض سيطرته على ميناء عدن هناك يعني مناشده من قبل تجار يمنيين في ميناء عدن للتحالف بالسماح يعني بمرور حاوياتهم المحتجزه في جده ودبي واحيانا تحتجز في موانئ عدن يعني لا يسمح لها ب البضائع لها من من شهور وهي نعم. موجوده في مكدسه في في الموانئ لم تسمح السلطات لماذا خاصه الحالو. انها يعني بحسب الخبر الخبر تحتوي على مواد متنوعه يعني منها الطاقه الشمسيه التي تحدث عنها انها حلت جزء كبير من مشكله الكهرباء يعني لا يوجد مواد ممنوعه حتى لا يسمح لها ما, ما يعني ما الاشكاليه لدى كان في أن كان, كان في تحفظ حياتي. يمكن هذا قد يكون مبرر له لكن نعم. ما يعني الاجراءات اللي عملت غير مبرره كان في تحفظ على مساله استيراد السيارات ذات الرباعيه اللي تتعلق بالاستخدامات العسكرية اللي ممكن تستورد واستخدمها الانقلابيين وما إلى ذلك هذا كان أمر مبرر لكن الأمر اللي حصل أن كل السلع اللي تأتي إلى عدن من للتجار وما إلى ذلك تم حجزها ومنعها من وهذا أمر الحقيقة يشكل يعني أو يطرح سؤال ماذا ماذا يريد التحالف؟ ما الذي يريده؟ ما الذي يريده ما الذي يريد التحالف هل يريد التحالف حقيقة يعني عادة الشرعية وعادة الدولة اليمنية والتزم بمقتضيات القرارات الدولية المتعلقة بقضية يعني دعم السلطة التشريعية لتعيد يعني دورها وتعيد نشاطها وتعيد يعني وظيفتها تجاه المجتمع اليمني أو أن فقط الآن نحن في وضع يعني يؤسس لكارثة أكبر من كارثة الحرب اللي نحن فيها. يعني ما حجم تأثير تعطل أداء الميناء على الوضع الاقتصادي من قبل التحالف؟ هو طبعا حجم السلع اللي تستورد هي ليست بالمستوى اللي كانت عليه ما قبل الحرب. نعم لأنه ولكن ايضا الناس يعني بحاجه لم الى هذه السلع لم تتح له الفرصه نعم لكن الناس بحاجه الى هذه السلع وانت تعطل ايضا القطاع الخاص وتعطل العمليه يعني عمليه توفير احتياجات الناس من من السلع والخدمات. وهذا ايضا يشكل ضرر هذا الحصار الذي تمارسه يمارسه التحالف ايضا بهذا بهذا الشكل ايضا يشكل خنق اكبر للانسان اليمني الذي يفقد في الاخير حاجته من السلع التي يتطلبها. على الاقل يعني قد تسد جزء من متطلباته الحياتيه. انا لا اجد مبرر في هذا الامر الا انه يعني يشكل لنا ايضا قلق اكثر وخوف اكبر. اين الحكومه من ذلك يعني ترى منع وتحكم بالموانئ الحكومة و الحكومه تم مضايقتها في المناطق الجنوبيه وفي عدن ورحلت من عدن لتعود الى الرياض. و تجد ايضا عودتها في الى الجنوب غير مجديه لانه ظلت طول الفتره الماضيه محاصره في حيز جغرافي لا تستطيع ان تتحرك وهذا امر الحقيقه يعني يضع هذه المساله امام تساؤلات ماذا يريد التحالف ولماذا يصر على هذا الوضع الذي يشكل تعقيد للمشهد وتعقيد للمشكله هل هل هذا يضرب في مصداقيه التحالف في التعامل مع الملف الاقتصادي خصوصا السعوديه؟ والله السعوديه قد ربما يعني تحملت الكثير من التكاليف اللي تطلبها الحرب وقدمت المساعدات وقدمت لكن يظهر لي في اشكاليه قائمه بين السعوديه والامارات فيما يخص يعني حجم الادوار اللي تقوم يقوم بها كل طرف. فيما يخص الموضوع اليمني وهناك حرج ربما من من السعوديه تجاه التصرفات التي تقوم فيها الامارات وربما هذا الحرج هو يتمثل في طبيعه الاشكالات اللي قائمه ايضا في 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 المنطقه ويؤثر على اداء الموقف السعودي تجاه القضيه اليمنيه آه السعوديه عليها المسؤوليه الاولى لان هي قادة التحالف وهي اللي قررت في الاخير التدخل في موضوع الحرب لمساعدة اليمن وعليها ان تعيد النظر بمواقفها تجاه ما يحدث وكان هناك في تقدم حقيقي او كان في تصرف ايجابي اقدمت عليه السعوديه عندما ارسلت السفير الى عدن وبدات يعني بدا السفير يتحرك وكان في امل كبير جدا صنعه في هذا في تلك التحركات لكن فجاه الامور تحدث وحدثت الاحداث اللي حصلت في في, في 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 عدن والمواجهات التي حصلت بين القوات الشرعيه وقوات الميليشيات هذا اثر بشكل كبير على ثقه السعوديه بموقفها في الداخل ثقة السعودية أم ثقة الناس بالسعودية؟ ثقة السعودية بموقفها أيضا تجاه المشكلة في مواجهة الموقف المتشدد للإماراتيين. كما يبدو أن المشهد أكثر تعقيدا في هذه الصورة. نعم. نعم. إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد السلام الأسوري الخبير الاقتصادي والأمين العام للمجلس اليمني للأعمال والاستثمار كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني نتمنى أن يعني نكون يعني آه سلطنا الضوء بما آه يكفي للسادة المشاهدين عن الوضع الاقتصادي في آه اليمن في هذه المرحلة شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم لن ألتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل كونوا برعاية الله وأمنه